أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي. هنبدأ مع بعض حل exercise organizing data in matrices. يلا بينا. choose the correct answer. بيقول لك السؤال الأول the matrix 3 2 1 الأوردر بتاعها، الأوردر بيتحسب إزاي؟ تقول لي مستر هو كام رو؟ تقول لي ده 1 رو، يبقى 1 باي كام كولوم؟ 1 2 3 يبقى 3، يبقى 1 رو و3 كولوم يبقى 1 باي 3، يبقى الإجابة دي. طيب هنا بيقول لي A12 فين مكان A12؟ الرو الأول الكولوم الثاني، الرو الأول فين؟ أهو الرو الأول، الكولوم الثاني أهو، يبقى الإيليمنت اسمه إيه؟ 5. يبقى ده بكام؟ ب5 بلس، نمسح الكلام ده، A32 الرو الثالث، أهو الرو الثالث، الكولوم الثاني كام؟ 7، يبقى بلس 7، 5 بلس 7 ب12. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ايه ال A اللي هي ماتريكس A عبارة عن 3 1 ونيجاتيف 2 و5، والسي بنفس الكلام. بيسألني على ال A21، 21 معناها ايه؟ الرو الثاني الكولوم الأول، يعني نيجاتيف 2، يعني ده كده بنيجاتيف 2 بلس C12، يعني ماتريكس C الرو الأول الكولوم الثاني 7، نيجاتيف 2 بلس 7 بكام؟ 5. بعد كده بيقول لك هنا if a matrix order 2 3 then the number of element، لو matrix 2 by 3 يبقى ال number of element 2 times 3 equal 6. بيقول لي ال P is matrix of order 3 1 then the P transpose، ال T ده معناها ال P transpose، ال P بيغير ال transpose بيغير ال order بيقلبه، يبقى 1 by 3. zero is matrix is zero matrix 2 by 2، يعني شكلها كده 0 0 0 0. then the number of elements، هذه ال elements كام؟ 1 2 3 4، 4 او 2 times 2 4. if matrix of order 3 by 4 بيقول لي then الرو تعالى هنا فين الرو؟ بيقول لك then الرو consists not elements 3 by 4، يعني قد ايه rows؟ تعال نرسمها 3 row كم column؟ 4. يبقى كم elements then a row consists كم element؟ 1 2 3 4، الرو الواحد بيتكون من 4 elements. طبعا ده سؤال ما بيجيش يعني، بس يعني هو من العلم بالشيء. السؤال اللي بعده بيقول لك ال A is matrix order 3 by 2 then the 2 A is the order كام؟ طيب الماتريكس دي عبارة عن ايه؟ 3 by 2، يعني مثلا نرسمها قدامنا كم element؟ يقول لي الرو 3 1 2 3 1 2 رو column 2 column، تمام. بيقول لي انا لو هعمل تايمز 2 هعمل تايمز 2، طب ايه المشكله ما تعمل تايمز 2؟ 2 تايمز تايمز الماتريكس دي اكيد هنضيف 2 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا. طيب يعني شكلها هيبقى كده، لو قلنا 2 وعملنا كده كده اكزامبل سريع 5 1 0 3 1 7، التو هتخش على واحدة، كل واحدة 2 تايمز 5 ب 10، 2 تايمز 1 ب 2، 2 تايمز 0 ب 0، 2 تايمز 6 ب 6، 2 تايمز 1 ب 2، 2 تايمز 7 ب 14. طيب الاوردر اتغير؟ لا، ما هي نفس الروز، نفس عدد الرو 3، نفس عدد الكولوم 2، يبقى 3 باي 2، 3 باي 2.
السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لي هنا الماتريكس الجميلة دي، طبعا انت خدت بالك ان الاوردر بتاعها 1 2 2 والكولوم 3 يبقى 2 باي 3. تمام، مش مهم. بيقول لك هنا البي ايكوال الاي ترانسبوز، قلت له ماشي، نجيب البي على جنب. وقال لي البي ايكوال مين؟ الاي ترانسبوز، قلت له سهل، نجيبوا البي على جنب هنا، اكتب بي ايكوال وافتح ماتريكس. الترانسبوز بنعمل ايه؟ ناخد الرو كده ونقلبه كولوم، يعني 3 نيجاتيف 2 7 و5 ونيجاتيف 4 و2. خلاص كده بقى معانا ال A وال B. ما هي ال B هي ال A ترانسبوز، مسكت ال A قلبتها جبت ال A ترانسبوز اللي هو ال B اساسا. طيب شوف هو طالب مني، قال لنا A13، فين 13؟ الرو الاول الكولوم الثالث 7 بلس B31، 31 فين 31؟ الرو الثالث الكولوم الأول 7 14، يبقى الإجابة 7 بس 7 14. طبعا هي بتتجاب بالنظر، يعني مش محتاجة أجيب البي ترانس البي ومش عارف إيه، لا لا، لكن انت مسألة سهلة ما فيهاش أي حاجة، بسيطة جدا جدا جدا. نكمل. الإيه عبارة عن 2 3 ونيجاتيف 1 و4 ونيجاتيف 7 و6، 2 A ترانسبوز بكام؟ قلت له خلاص نجيب الـ A ترانسبوز ونعملها تايمز 2. نجيب الـ A ترانسبوز، يلا يبقى 2 تايمز الـ A ترانسبوز. الـ A ترانسبوز عبارة عن ناخد الرو نقلبه كولوم، يبقى 2 3 نيجاتيف 1 4 نيجاتيف 7 6. 2 تايمز 2 تايمز 2 4، 2 تايمز 3 6، 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، 2 تايمز 4 8، 2 تايمز نيجاتيف 7 نيجاتيف 14، 2 تايمز 6 12. يبقى الإجابة هي دي اللي أنا مش عارف هي فين. موضوع بسيط. The least number of element in any matrix. بيقول لك هنا يعني العقل بيقول إيه؟ least number of elements. طبعا أقل element في الماتريكس هي مثلا لو element، لو هي ماتريكس اسمها فيها رقم واحد زي الزيرو مثلا، أقل ماتريكس ما هي 1 by 1 اللي هو ال number of element بتاعت 1. طب مستر، طب ده موجود جواها زيرو. أيوه، هو ما سألكش على element اللي جوه ده كام، هو بيسألك على عدد ال element اللي جوه كام عددهم. قلت له يبقى هو واحد بس، هو أقل element. The number of element in matrix is 9 elements. Then the number of ways to the from this matrices. طبعا بيقول لي هنا لو عدد ال element 9، طبعا مفيش order غير 3 by 3 هو اللي يديني 9. فبيقول لي هنا عايز يعرف then the number of ways، عدد الطرق to form لتكوين تلك الماتريسيز دي، عدد طرق تكوين الماتريسيز. قلت له طب تعالى يلا بينا نحسبها. يقول لي مستر يبقى عدد، بيقول لك هنا النمبر زي ما احنا قلنا عدد طرق تكوين الماتريسيز 3 باي 3 كم طريقة؟ 3 طرق. تمام. If A is a square matrix and the number of element in then n، بيقول لي then n could be equal كام؟ قلت له تاني، بيقول لي square matrix، square matrix، square matrix اللي هي عدد الإيليمنت قد عدد الروز، أو عدد سوري الرو قد عدد الكولوم. بيقول لك هنا and the number of its element n. خلاص يبقى ال n دي could be كام؟ سهلة جدا، أي واحدة من دول يكون لي سكوير ماتريكس دي 3، يعني 3 باي 1 أو 1 باي 3 مش سكوير ماتريكس. طب دي 2 تايمز 3 أو 3 تايمز 2 مش برضه مش سكوير، دي 3 باي 3 هي دي الوحيدة السكوير. يبقى إجابتي هي الـ 9.
The number of element in matrices X is 12. عدد ال element 12. Then which of the following cannot be order of matrices? طيب بيقول لي هنا مين في دول ما ينفعش يكون. قلت له سهل، هو عدد الاليمنت كام؟ 12. 3 تايمز 4 بكام؟ ب 12. تايمز 3 بكام؟ ب 12. 1 تايمز ب 12 يبقى 4 تايمز 8. ايه ده كل ده يا مستر؟ دي ب 32. اكيد هي دي النوت بي اوردر اوف ماتريكس. نوت بي يعني ما تكونش طبعا، عشان لازم يبقى عدد الاوردر، الاوردر بتاعك التايمز بتاعه يعني 4 تايمز 8 المفروض عدد الاليمنت، وعدد الاليمنت 12. طب ما 4 تايمز 8 ب 32 مش ب 12، يبقى هو ده النوت بي، نوت بي اوردر. ذا ماتريكس ديز مليانه زيروس كولد ايه؟ قلت لك لو لقينا رقم واحد بس، رقم واحد بس في المين دياجونال بنسميها ايه بقى؟ برافو عليك، دياجونال ماتريكس. تمام. نمبر 16، نمبر 16 يلا بينا. بيقول لك if 7 ومش عارف و20 minus 2x و3 minus 2 و6y و15 is diagonal matrix. diagonal matrix يعني هنا فيه ارقام، الدياجونال ده فيه ارقام ودول زيروس، يبقى هنا بزيرو وهنا بزيرو، يبقى 20 على جنب كده، 20 minus 2x equal 0، ودي 20 بعكس الساين يبقى negative 2x equal negative 20، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف ودي 2 بالديفايدد، يبقى x بس equal 20 divided 2 equal 10. يبقى x بكام؟ جبنا x ده بكام؟ ب 10 plus 2. ال y بكام بقى؟ بقى negative 3 minus 6y، ننزل نشد خط 3 minus 6y equal 0، ودي 3 بعكس الساين يبقى negative 6y equal negative 3، ودي شيل النيجاتيف مع النيجاتيف، دي نيجاتيف 3 يا شباب، ودي 6 بالديفايدد يبقى y بس equal 3 divided 6 يبقى y equal 1 over 2، يبقى شيل ال y واكتب مكانها 1 over 2، نيجي نحسبها تطلع الإجابة 11. 10 plus 2 times half تطلع 11. If the matrix A is a diagonal matrix 3 by 3. قلت له ماشي. قال لك ال A12 x plus 4. قلت له ماشي. قال لك ال x بكام؟ بيقول لي بص يا مستر، يا دلوقتي 3 باي 3 على عيني وراسي، يعني هنا في رقم وهنا في رقم وهنا في رقم، ونعملهم على شكل ايه؟ ستار كده. جميل. طب وباقي زيروس، هو الدياجونال ماتريكس كده في ارقام هنا وهنا زيروس، ايه العمل؟ قال لك A12 فين A12 ده بقى؟ 1 الرو الاول، 2 السكند يعني الاليمنت الاول هنا كده، ده كده، ده هو ده ال A12 بكام؟ بزيرو. يبقى ال A12 ده اللي بيدور عليه ده بزيرو، يبقى زيرو ايكوال x بلس 4، ودي ال 4 بعكس الساين يبقى x ايكوال نيجاتيف 4، يبقى الإجابة كام؟ نيجاتيف 4. ده سؤال فيه فكرة يعني، بيعجبني عشان فيه فكرة. طبعا احنا بدأنا الأسئلة اللي فيها أفكار جميلة. بيقول لي هنا the sum of element in main diagonal طيب equal كام؟ قلت له فين المين دياجونال؟ تقول لي ده ترانسبوز، يقلبها لي، يقلب لي المسألة. قلت له حاضر، نقلب المسألة أهو، نجيب الـ A عادية من غير وجع القلب ده، نيجاتيف نيجاتيف 2 3 1، نيجاتيف 2 3 1 1 0 4، 1 0 4 نيجاتيف 1 3 3، نيجاتيف 1 3 3. هو عايز عايز يعمل سم ايه؟ المين دياجونال نيجاتيف 2 بلس 3، نيجاتيف 2 بلس 3 ايكوال 1، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة 1. السؤال اللي بعده، in the matrix دي is if the sum of element in main diagonal equal twice the sum of element of the other the sum of elements of the other diagonals in x بكام؟
يقول له مستر يعني الصم بتاع المين دياجونال ده ايكوال الصم بتاع الازر دياجونال؟ يقول لي اه. فين الازر دياجونال ده يا مستر؟ That's twice sum of the element of the other diagonal. ما أكيد الأزر diagonal هو ده. يبقى السم بتاع ده يبقى 4 plus x plus 6 equal twice الأزر diagonal هو 1 plus x plus 2. تمام؟ قلت له يبقى x يبقى 4، شايف ال 4 دي؟ plus 6 ب 10، يبقى x plus 10 equal 1 plus 2 بال3. هندخل ال 2 دي بالتايمز، هنكتبها واحدة واحدة 2 x plus 3، ندخل ال 2 دي بالتايمز، يبقى x plus 10 equal 2 times x to x plus 2 times 3 ب6. خلاص نودي ونجيب، هنودي مين يا مستر؟ هنودي الإكس عند 2x، يبقى 2x والإكس راحت لها هناك بعكس الساين نيجاتيف إكس، وال6 دي راحت عند 10 والإكس راحت عند 2x، يبقى ال6 راحت عند 10 يبقى 10 ماينس 6 عشان ال6 دي بالبوزيتيف تروح هناك بنيجاتيف، يبقى إكس بس إيكوال 4، إكس بس إيكوال 4 اللي هي 10 ماينس 6 يعني إكس 2x ماينس إكس بإكس و10 ماينس 6 ب4. يبقى الإجابة فوق. خلاص إيه اللي بعده؟ بيقول لي هنا if ال A is a diagonal matrix 3 by 3 the sum of element of matrix in matrix A equal 12 the sum of element of matrix A ب 12 then the sum of element in the main diagonal only equal 10. تاني هي ايكوال 12 وباينه، بس يعني واحده واحده. if ال A is diagonal matrix الاوردر بتاعه 3 by 3 the sum of element in matrix sum of element in matrix A equal 12 then the sum of element in the main diagonal only equal كام؟ مستر ما واضحه يعني، هي مش محتاجه ذكاء يعني. هنا في ارقام احنا قلنا، وهنا زيروس صح، هنا أرقام ده من ده، هنا زيرو هنا زيرو صح كده. قال لك الصم بكام؟ ب12 في المين ده. طيب يبقى سوري، قال لي الصم بتاعت الإيلمنت كلها ب12، الصم بكام؟ ب12. اكيد الزيروس مالهمش لازم، اكيد احنا حسبنا 0 0 0 مالهمش لازمه، 0 0 0 مالوش لازم، حسبنا ده بلس ده بلس ده طلع 12، يبقى المين دياجونال بكام؟ برضه ب12، يعني مش محتاجه ذكاء قوي يعني. قال لي اكس تايمز واي بكام؟ قلت له شيل اقلب دي ترانسبوز اعدلها لي، قلت له نعدلها، يلا نعدلها 1 اكس 2 نيجاتيف 1 6 5 كل ده الكلام equal 1 negative 3 2 negative 1 6 1. يبقى ال x بكام؟ ال x ب negative 3 times ال y بكام؟ ال y ب 5 كل ده 15. خلاص يلا بينا، هنا واضحة وصريحة ال x ب 7 plus y plus 1 equal negative 2 يعني y plus 1 equal negative 2، ودي دي بعكس الساين يبقى y equal negative 2 minus 1 يبقى y equal negative 3 negative 3 equal 4. هنا دي هنزلها زي ما هي 4 negative 1x y، طبعا الكلام ده equal ده transpose 4z 0 3. خلاص يبقى ال x بكام؟ ب 0، يبقى هنشيل ده ونحط 0 هنا، وال y بكام؟ y equal 3، شيل ده ونحط 3، وال z بكام؟
نيجاتيف 1، بس ادينا بنيجاتيف 1. طيب يبقى الإجابة شكلها إزاي؟ 3 0 0 نيجاتيف 1. طب ما هنا في أرقام وهنا زيروس، يبقى دي شكلها إيه؟ دياجونال ماتريكس. السؤال اللي بعده، بيقول لي هنا ال A 2 نيجاتيف 3 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 4 وال B 2 D 2 3 E نيجاتيف 1 4. طيب ال A زي ما هي تنزل، هل A 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 4 equal، قال لك equal مين؟ ال B ال A equal ال B ترانسبوز، يبقى امسك ال B ده اقلبها. حاضر اقلبها، يلا يبقى 2D و نيجاتيف 1 و 3E 4 صح كده؟ قال لك دي بلس إيه بكام؟ قلت له بص دي دي يبقى 2D equal to، يبقى 2D equal to ودي 2 بال divided، يبقى دي بس equal 1، يبقى دي equal 1. طيب نيجاتيف 3 equal 3e، يبقى 3e equal نيجاتيف 3 ودي 3 بالديفايد، يبقى e بس نيجاتيف 3 ديفايد 3 بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1، يبقى معانا الدي ب1 وال e بنيجاتيف 1، الدي ب1 بلس نيجاتيف 1 اكيد equal 0. السؤال برضو يعني في فكرة، كل الأسئلة سهلة يعني، أنا مش شايف إن الأسئلة صعبة، لا الأسئلة كلها جميلة وسهلة. 25 equal negative 4، طبعا negative 4 ده لازم يدخل جوه عليهم التايمز. يلا بينا نكتب المسألة بشكل أوضح، هنا 12 هنا 16 هنا negative 2x هنا negative 8، خلاص كل الكلام ده equal طبعا، مفيش مكان. طيب دقيقة واحدة نمسح الكلام ده كله، يلا بينا ندخل النيجاتيف 4، نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف بوزيتيف 12 ونيجاتيف 4 تايمز 4 نيجاتيف 16 ونيجاتيف 4 تايمز 2، احنا هنعملها تايمز كل ده، نيجاتيف 4 تايمز 2 بنيجاتيف 8 واي، نيجاتيف 4 تايمز 2 طبعا بنيجاتيف 8 واي، ونيجاتيف 4 تايمز بوزيتيف تايمز نيجاتيف اكس بوزيتيف 4 اكس، نيجاتيف 4 تايمز 2 بنيجاتيف 8. دلوقتي حان وقت حل المسائل، عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول ان ده نيجاتيف 2 ده نيجاتيف 16 ده في نفس المكان، يبقى نيجاتيف 2 اكس equal negative 16، تشيل النيجاتيف مع النيجاتيف ودي 2 بال divided 2، يبقى x equal 16 divided 2 ب 8. طبعا انا مش هعلمك ازاي تحل equation يعني، انت كبرت على الكلام ده، خش على الجزء التاني. الجزء التاني عبارة عن ايه؟ كده جبنا ال x، ان 16 equal الكلام ده كله، ال expression ده كله اللي هو negative 8y plus 4x equals 16. طيب ال x بكام ب 8؟ يبقى negative 8y plus 4، شيل x واكتب 8، يبقى 8 في براكت اهو equals 16، يبقى negative 8y 4 times 8 ب 32 equals 16، ودي ال 32 بعكس الساين، يبقى negative 8y equal 16 minus 32، يبقى negative 8y equal negative 16، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف ودي ال 8 بال 8 divided 8، يبقى y بس equal 16 divided 8 ب 2، يبقى جبنا ال y ب 2 ومعانا ال x، يبقى ال x ب 8 times ال y اللي هي ب 2 equal،
سوري يا شباب، مش السؤال ده، احنا فوق، احنا هنا روت اكس تايمز واي اكس ب 8 تايمز الواي ب 2 على الكالكوليتور يدينا 4، تبقى الإجابة 4. خلاص ده سؤال جميل مفهوش حاجة، كله حل إيكويجن، يعني أنت زي ما أنت شايف كله حل إيكويجن. إكس باور 2، أنا طبعا ده سؤال مباشر بس أنا همسح ده كله. إكس باور 2 هنا بقى في القوس 26، طبعا اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 12، اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال 12، تمام. اكس بلس واي، عندنا اكس بلس واي ايكوال 4، طبعا ده ديفرنس بتوين تو سكوير بيتفك في اتنين براكت، اكس بلس واي واكس ماينس واي. طب ما اكس بلس واي بكام؟ ب 4، شيل اكس بلس واي خالص واكتب مكانها 4، يبقى 4 واكس ماينس واي ايكوال 12، وادي ال 4 بال ديفايدد، وادي ال 4 بال ديفايدد، يبقى اكس ماينس واي ايكوال 3، صح كده؟ صح جدا يا مستر. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز دلوقتي اعرف كده، معانا equation اهي رقم 1 و equation رقم 2، تمام، اللي هي x minus 1 equal 3. يجيب الكالكوليتر يلا كده واكتب mod مود 5 1 واكتب الكوفيشنت، يعني الاكس ده الكوفيشنت بتاع 1 والواي الكوفيشنت بتاع 1 وبره 4، تحت الكوفيشنت بتاع الاكس 1 والكوفيشنت الواي نيجاتيف 1 وبره 3، تبقى 7 اوفر 2 هاف، يبقى الاكس ب 7 اوفر 2 والواي ايكوال هاف. خلاص هو بيسألني اكس تايمز واي بكام، قلت له اكس واي ايكوال 7 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 2 ب 7 اوفر 4، يبقى الإجابة لتر دي هي 7 اوفر 4. طبعا ما بتهونش عليا ان انا فوت اسئلة الساين والكوزاين دي بالذات. خلاص هو قال لي الاكس ما بين الزيرو والباي اوفر 2 يعني في الفيرست كوانت، اخر الكلام. ماشي، a11 تايمز a11 22، قلت له يبقى a11 اللي هي ساين اكس تايمز a22 اللي هي ساين اكس ايكوال a12. فين 12؟ رول الاول الكولوم الثاني، يبقى هاف تايمز 8 1 2 1 يبقى 1، هي ده 1 2 a 1 2 ده a 2 1 ده a 1 1 وهنا a 2 2. طيب يبقى sin x تايمز s sin x بساين باور 2 x equal half تايمز 1 بهاف، صح كده؟ صح جدا. طيب مستر عايز تقول لي ايه بقى؟ مش عايز اقول حاجة، انا عايز اقول لك ان ساين باور 2 اكس باور 2 ايكوال 1 اوفر 2. دلوقتي انا محتاج اجيب اشيل باور 2 ده، تقول لي يا مستر هنشيل الباور 2 ده ازاي؟
ساين باور 2 ايكوال هاف. ايه العمل يا مستر؟ يعني انا اعمل ايه عشان اشيل الكلام ده كله؟ تقول له مستر خد روت يلا عشان تشيل الباور، يبقى ساين اكس بس ايكوال روت الايه 1 اوفر 2، تبقى ساين اكس من غير الباور، طبعا شيلنا الباور لما خدنا الروت 1 اوفر روت 2. هتضغط شيفت، هتجيب الكالكوليتور كده وتكتب شيفت، اهو شيفت ساين ال 1 اوفر روت 2، او تطلع لك روت 2 اوفر 2، يعني ما هي هي خلاص تطلع ب 45، يبقى باي اوفر 4 اهي. لو عملتها ديفايدد 360 يطلع لك سوري ديفايدد 180 يطلع معايا، مش سياس بص كده سوري الغلطة ما عندنا، هي 45 ديفايدد 180 360 بس 1 اوفر 4 عشان تتحول لشكل الريت اللي هي y over 4 يعني 145. اجمعها في ايه؟ هنا برضو نفس الكلام، بيقول لي هات السيتا ايه لما ال a is unit matrix. unit matrix يعني ده ب1 وده ب1 خلاص، ودول بزيروس تمام. رحت له تمام جدا، يعني انت ال unit matrix شكلها ايه 1 1 0 0، وقال لي انها يونت، هو اللي قال مش انا. قلت له يبقى كوزاين السيتا equal 1، ده ب1 وده ب0 ده ب0 وده ب1، يبقى الكوزاين اساسا ب1. طب والساين؟ ساين السيتا ب0. طيب نضغط كده نجيب الكالكوليتر، ونضغط شيفت كوزاين 1 طلعت 0. يبقى الإجابة هتكون 0 خلاص. طبعا هحل سؤال سيرتي عشان أشيك وأكبر، تمام. بيقول لي هنا 1 1 نيجاتيف 1 1 3 5 اكس ماينس 1 5 6 سيمتريك. سيمتريك لازم تبقى عارف ان دول مختلفين، وده زي ده وده زي ده وده زي ده، يبقى اكس ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1، يبقى اكس ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1، ودي ده بعكس الساين، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 1 بلس 1، يبقى اكس ايكوال 0 خلاص. ده سؤال سهل مفيهوش حاجة. السؤال اللي بعده 2032 اكس واي زد ال 3 اي، قلت له سهله ادي اكس زد واي ال، الاي دي عباره عن يونت ماتريكس عباره عن 1 1 0 0. عرفتها ازاي يا مستر انها يونت؟ هي علامه اليونت دي. ثانيا الاوردر بتاع ده كام؟ 2 2 باي 2، يبقى لازم الاي دي كمان تبقى 2 باي 2. طبعا 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز 0 ب 0، 3 تايمز 0 ب 0، 3 تايمز 1 ب 3، يبقى بيقول لي الاكس بكام؟ الاكس ب 3 بلس 0 بلس 0 بلس 3 ايكوال. طبعا خلاص وضحت الفكرة، ما فيهاش أي حاجة. ودي برضه نفس يعني ما فيهاش حاجة خالص، كل ده حاجة واحدة. بالك أنت أكيد طبعا إن دول مختلفين عشان سيمتريك، وده زي ده يعني m equal y minus x و 2 equal y، و2 يعني ال y equal 2، و فاضل ال x و7 minus 7 equal x minus 1 يعني x minus 1
يكوال 7، وادي النيجاتيف 1 يبقى اكس ب 8. لما يقول لي هات ام يبقى ام يكوال واي، الواي اللي هي بكام ب 2، ماينس الاكس اللي هي بكام ب 8 يكوال نيجاتيف 6. هنا بيقول لي سيكيو سيمتريك، سيكيو سيمتريك دي هنا لازم يديك زيرو، وده يبقى زي ده بس بعكس الساين، وده يبقى زي ده بس بعكس الساين، وده يبقى زي ده بس بعكس الساين. يعني من الآخر كده الام بكام؟ الام بنيجاتيف 4، والزد بكام؟ بنيجاتيف 2، والان بنيجاتيف 6. او عايز ام بلس زد، ام بكام؟ بنيجاتيف 4 بلس زد بكام؟ بنيجاتيف 2 ماينس ان بكام؟ بنيجاتيف 6. يبقى نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 بوزيتيف 6، كل ده بزيرو. مسألة جميلة. خلاص ال A equal negative A transpose، ده رول اسمين رول، ده من غير بروف، ده رول skew symmetric. خلاص ال A equal negative A transpose، يبقى ده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو قبل أي كلام. خلاص ال Y أكيد ده زي ده بس عكس الساين، يبقى X بزيرو زد بزيرو، X بزيرو يبقى ده زيرو وزد بزيرو. الواي بكام؟ الواي اكيد بالسري بنيجاتيف 3 بلس زد بكام؟ بزيرو. خلاص يبقى زي تاني الحركة دي، ده رول السكيو سيمتريك، اكس بزيرو وزد بزيرو وده بزيرو، يعني ده بزيرو وده بزيرو بلس الواي بكام؟ الواي اكيد بنيجاتيف 3 بلس زيرو بلس ال ال بكام؟ ال هو ده، لا سوري، ال 4 هي نيجاتيف 4 عكسها في الساين، يبقى ده بنيجاتيف 5 في ال، يبقى 5 عكسها في الساين. تطلع معانا الإجابة 2. طبعا ده سؤال جميل جدا وأنا بحبه عشان الحتة الخطيرة دي، كاتب لك الرول تستنتج منه كل حاجة. كوساين ساين تان سيتا اوفر 2 نيجاتيف 1، قال لك سكيو سيمتريك مش موضوع، يعني كل ده بزيرو، يبقى كوساين سيتا اولا بزيرو عشان سكيو سيمتريك. شرط السكيو سيمتريك ان كل ده يديك بايه؟ بزيرو. طيب او ثاني هنا قد هنا بس عكس الساين، يعني ساين سيتا ايكوال 1. طيب تعال نشوفوا مين عندنا بيحقق الكلام ده كله، هي بالنظر يعني مش هتبقى محتاج وجع دماغ كبير. شيفت كوزاين زيرو بيتس 9 يبقى باي اوفر 2 من غير بص وجع دماغ، هي سهلة وجميلة يعني، عشان عايز يعرف السيتا بكام باي اوفر 2. في 38 دي بقى بيقول لك هات الماتريكس ايه، بيديك الرول بتاعك، قال لك الماتريكس 2 باي 2 كلهم 2 باي 2 في التشوز. طبعا قال لك اول حاجه لازم تبقى عارف ان 2 باي 2 عباره عن A11 A12 A21 A22. خلاص طيب هو قال لك ان ده الاي وده الجي، ده الرو ده كولوم A11 يعني الاي ب1 والجي بنيجاتيف 1 صح كده، يعني اول حاجه نجيب A11 على جنب كده، A11 equal 1 minus 2 والاي ب1 يطلع نيجاتيف 1، يبقى هنا نيجاتيف 1. A12 يبقى 1 minus 2 و2 يبقى نيجاتيف 3، يبقى هنا نيجاتيف 3. A21 2 minus 0 A22 2 minus 2 و2 يكون negative 2، يبقى الإجابة خلاص. طبعا المسألة دي حلتها في الحصة، والمسألة اللي تحتها دي برضه حلتها في الحصة. حل سؤال 40،
ال A is matrix 2 by 2، ال A عبارة عن x y، x over y، a11 a12 a21 a21، كل ده عايزهم primes. قلت له سهلة مفيش مشكلة، a11 a12 a21 a22، انت طالب شاطر وعارف هتجيب ده كله ازاي. x y عايز x over y، يعني 1 over 1 ب1، 1 over 2 ب2، بهاف آسف، 1 over 2 بهاف، 2 over 1 ب2، 2 over 2 ب1. خلاص عايز يعرف ده تايمز ده تايمز ده تايمز ده، يعني 1 تايمز 1 تايمز هاف تايمز 2 تايمز 1، ده تايمز ده تايمز ده تايمز ده، يدينا كام؟ قلت له يدينا 1. ماتريكس عبارة عن 3 باي 2، أولا 3 يعني 1 2 3 باي 2، خلاص يبقى دي ملغية. قال لك ال A11 ب 2 كلهم كلها فيها 2، وال A21 ب 3 2 1، الرو التاني الكولوم الأول دي ب 3 دي ب 3 كلها يعني تمام كلها تمام هي 3. A32 32 هاف ال A11 A32 الرو التالت الكولوم التاني هاف ال A11، ال A11 بكام؟ ب2، يبقى ال A32 ال A32 عبارة عن هاف تايمز ال A11 بكام؟ 2 of 2، يعني ال A32 equal 1 equal 1. طيب نشوفه انا واحدة فيهم equal 1 of 1 32 الرو التالت الكولوم الأول، دي لأ دي لأ دي ده كده اتحلت من قبل ما أقول أي حاجة خلاص. Forty-two. ال A is a square matrix C by 3. قال لك ال AXY هي Y over X minus X over Y. ال A plus ال A transpose بكام؟ Square matrix 3 by 3. هي بزيرو، بس ليه بزيرو يا مستر؟ حد عارف؟ تقولي بص يا مستر، هي الإيلمنت هتتجاب إزاي؟ بص كده شغل، يعني شغل عقلك شوية. هو قال لك هنا إيه؟ AYX minus AXY يجيب مين؟ يجيب الـ A، الـ A اللي هي الماتريكس A ذات نفسها. خلاص كده جبنا الـ A بالرول ده. طيب أنا عايز الـ A transpose، أكيد A transpose هيقلب بدل ما هي x y تبقى y و x، صح؟ تقول لي آه، يبقى هتلاقي عكس دول في الساين، لما أجي أعملهم بلس هيطلع لي زيرو. إحنا ممكن نجرب واحدة ونشوف شكلها إيه، بس إيه على مهلي. هنشتغل في واحدة سكوير ماتريكس بس صغيرة شوية، نفرضها من عندنا 3 2 1 5، ادي ماتريكس اسمها ايه؟ بتقولي لا مستر كده غلط، انت بتكتبها كده غلط. طب امال انت عايز تكتبها ازاي؟ وقال لك سكوير ماتريكس واداك رول تجيب بيها الاليمنت. تعالى معايا، يبقى الـ A equal A11 A12 A21 A22. قلت له يبقى الـ A matrix equal A11 1 over 1 minus 1 over 1، ما هي الـ X ب1 والـ Y ب1 بـ0، A12
يبقى تعكسها الواي الأول 2 اوفر 1 ب 2 ماينس 1 اوفر 2 ب 3 اوفر 2 على الكالكوليتر. 2 اوفر 1 يعني 1 اوفر 2 ماينس بنيجاتيف 3 اوفر 2، فاضل لك خطوة A to 3 A to 1 A to 2، ده اوفر ده ب 1 وده اوفر ده ب 1 مستر. دي ب 0 ودي ب 0 دول عكس بعض في الساين، يبقى دي سكيو سيمتريك. والسكيو سيمتريك ان ده رول ال A بلس ال A ترانسبوز لازم يبقى 0 ماتريكس. سؤال حلو وفي فكرة، شفت انا فرضت ازاي من عندي واشتغلت الشغل بتاعي وفهمت المسألة وطلعت الإجابة صح، ده شغل الماتريكس. سؤال 44، if ال A square matrix order بتاعها 3 by 3 مديك رول شكله غير شوية، قال لك ال A بكام؟ ماشي، مشكلتها انها كبيرة شوية. يلا بينا اكس واي 1 1 1 1 خلاص ساين 90، يعني حط يعني هنجيب دلوقتي اي اكس واي اي اكس واي. طيب الاكس والواي في اول element هي الاي 1 1 1 1، يلا بينا يبقى ساين باي اوفر 2 كام؟ 90، والاكس ب 1 ملهاش لازمه، يبقى ساين 90 ماينس كوساين 90 ايكوال ساين 90 ب 1 وكوساين 90 ب 1، الإجابة 1، يبقى هنا 1 كلها فيها 1 خلاص إلا دي، يبقى نكنسل الهاف نخش على A12 2 يلا بينا. يبقى ساين أول حاجة 1 الإكس ب 1 y تايمز تايمز 1 ب 1 اوفر 2 اسف اللي هي ب 90 ماينس كوزاين y اوفر 2 ال y بكام ب 2 y اوفر 2 تايمز 2 اللي هي 90 تايمز 2 ب 180 كوزاين 180 على الكمبيوتر تقول لك انا كام، كوزاين 180 نيجاتيف 1 يبقى ده ب 1 وده نيجاتيف 1 يبقى 1 ماينس نيجاتيف 1 يديك كام؟ 2، يبقى لازم 1 2 ده ب 2 وده ب 2 وده ب 2. طيب نخش بعد كده على اللي بعده A1 3 يبقى ساين ده ب 1 وده ب 3 كده كده ب 90 ماينس كوساين باي اوفر باي اوفر 2 تايمز 3 نجيب الكالكوليتر هي تقول لنا نعمل ايه، كوساين 180 اوفر 2 تايمز 3 براكت ب 0 يبقى هنا 0 يعني 0 دي اساسا ب 1 خلاص ساين 90 ب 1 يبقى 1 ماينس 0 ب 1 المفروض هنا 1 يبقى دي غلط. فاضل الاتنين دول هنفضل بقى ايه، تفضل تجرب تجيب مثلا a to 1 تمام تشيل x وتحط 2 يبقى 90 تايمز ساين 90 تايمز 2 ماينس وهكذا لغاية ما تعرف الإجابة بتاعتك الصح اللي هي هتكون إجابة سي هي الصح. بيقول لك if ال A is row matrix row matrix ماشي كده A11 A12 8-1
A13. تمام، قال لك اكس وزد ب5، ماشي 5 5 اي اكس زد 5، يبقى اكس بكام؟ هو سؤال مش لذيذ خالص. لا لا مش لذيذ ليه؟ هو ده كام؟ دايما دايما الرو ماتريكس الرو بتاعته ب1 والكولوم بأي حاجة بزد. أنا مالك؟ يبقى الاكس بكام؟ بون يعني مش فاهم. ما هو ما فيش اساسا الرو، دايما الرو ماتريكس دي الرو بتاعها بون، يبقى يسألني على الاكس بكام؟ قلت له بون. ما يضحكش عليك في الامتحان، خليك على طول مصحصح بالسؤال. طبعا هنا لما اجي في 46 اتكلم على سكيو ماتريكس، تعرف شكلها هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو، وهنا الرقم وعكسه في الساين، الرقم وعكسه في الساين، فهو هنا A11 وهنا A22 هنا A33، يبقى زيرو بلس زيرو بلس A بلس زيرو بلس إيكوال زيرو. خلاص بقى فهمنا الموضوع ده. سكيو سيمتريك ماتريكس بتقول لك الـ A ترانسبوز، الـ A ترانسبوز إيكوال تو A، فالـ A بكام؟ قلت له بص كده، أولا أنا عندي رول بيقول في السيمتريك دي مش سكيو دي سيمتريك، ان ال A ترانسبوز ايكوال ال A، ال A ايكوال A ترانسبوز. فكده معلش يا مستر، زي ما احنا قلنا سيمتريك ماتريكس الرول بتاعها A ايكوال A ترانسبوز. فدلوقتي أنا هشيل الـ A ترانسبوز دي وأحط مكانها A، يبقى إيكوال 2A يعني A بلس A. لما أودي A بعكس الساين يبقى A إيكوال 0، يبقى الـ A إيكوال 0 ماتريكس. 48 بيقول لك الـ A is matrix order بتاعها M N، والـ M أكبر من الـ N، خلاص الـ M سوري أصغر من الـ N، smaller than الـ N، and the number of element of elements equal 3، number of elements بتاعتها equal 3، and the mat and the matrix بالorder بتاعها n times n، n n by n by 2 n by 2. يبقى احنا عندنا matrix اسمها a the order بتاعها m by n، و matrix اسمها b the order بتاعها n by 2. خلاص بعد كده قال لك then the number of elements بتاع ال B بكام؟ هو ال number of elements بتاعت ال 3 يعني m times n equal 3. خلاص هو عايز يعرف n by 2 ال element بتاعها بكام، اللي هي B matrix B. أول حاجة هو جه قال لك إن ال element ب 3 يعني أكيد ده 3 by 1 أكيد. طيب مين الأكبر الإم ولا الإن؟ قال لك الإن أكبر من الإن، يبقى دي بـ3 وده بـ1، صح كده؟ صح جدا. يبقى كده عرفت إن الإم بـ1 والإن بـ3، يبقى أكيد الأوردر بتاع البي كام باي كام؟ الإن بكام؟ إن بـ3، يبقى 3 باي 2 بـ6، يبقى الإجابة هتكون 6. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، تمام، حاول أنت تعرفها لوحدك، مش نفس الفكرة قوي بس أنت طالب ذكي تقدر تجيبها. سؤال 50، symmetric matrix which of the following could be rule identify the element of A. هنا الإجابة هتبقى إيه؟ اهو قدامك جبتها بسرعة، هي بتتحل، أسئلة بتتحل بسرعة وبالنظر، تمام. سيمتريك، كلمة سيمتريك مين اللي بيحقق السيمتريك؟ تيجي نشوف، نكتب أي ماتريكس A11 A12 A21 A22،
اي جي. تعال نشوف المعلومة دي، المعلومة دي اوت. A11 1 بلس 1 2، اللي بعدها 1 بلس 2 3، هنا 1 2 بلس 1 3 2 2 2 2 4. لو خدت بالك ان دول مختلفين ودول زي بعض، يبقى دي الوحيدة السيمتريك. طبعا انت بتجربها في اي ماتريكس، ممكن تكون 2 باي 2 3 باي 3. النصيحة مني تجربها في ال في ماتريكس كبيرة شوية اللي هي 3 باي 3 عشان تتأكد ان اجابتك 100% صح. دي سكيو سيمتريك، سكيو سيمتريك ده قد ده بس عكس الساين، تمام. فانت بذكاء كده تقدر تحلها بسرعة، يعني بالنظر كده بسرعة. فانت هتقول لي اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف اكس بلس 1، غيرت ساين كل ده، ما ده زي ده بس عكسه في الساين، ودخلت يبقى اكس باور 2 وده راح بعكس الساين يبقى بوزيتيف اكس، تمام. ونيجاتيف اوف 1 راح عند نيجاتيف 1 بقى نيجاتيف 2 ايكوال 0. اكس باور 2 اكس من غير اكس حطها على الكالكوليتر، مود ايكويجن او مود 5 3 1 1 2 نيجاتيف 2 او في 2 براكت اكس واكس نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف 2 1. يبقى اكس بكام وكام؟ اكس بنيجاتيف 2 واكس 1 نيجاتيف 2 1. طبعا دياجونال ماتريكس دي دياجونال ماتريكس 3 باي 3، اكس واي دياجونال يعني كله بزيرو ما عدا الدياجونال. قال لك اكس ايكوال واي، ده سؤال جميل طبعا من الأسئلة الجميلة، لكن الإجابة هتكون A equal 5Y. تعال نعرف ليه، ليه اخترت الإجابة دي يا مستر؟ أول حاجة الدياجونال ماتريكس 3 باي 3، هو قال لك 3 باي 3 بس 3 باي 3 شكلها كده A11 A12 سوري 22 A33، وهنا طبعا زيروس زيروس دول معايا. هو قال لك من كل اكس ايكوال واي الاجابه كام؟ 5، يعني ده 5 5 5 5 5 5 5. فانت انهي واحده تديك 5؟ طبعا انت عارف ده الاي يعني يونت ماتريكس، يعني احنا لو عملنا شفنا كده ان الاي ايكوال 5 اي، اي اللي هي 1 1 1 0 0 سوري 0 0 0 0 0 0. بص كده لما ادخل ال 5 يبقى ده هنا 5 وهنا 5 وهنا 5 زي دي بالظبط. فالرسم في الشكل بتاعي هو ده الصح، ودي من المسائل اللي عندي المهمة. سيمتريك ال A is symmetric matrix and skew symmetric في same في نفس الوقت. سيمتريك وسكيو سيمتريك، مين الماتريكس اللي فيها الخاصية اللي فيها بنسميها سيمتريك وسكيو سيمتريك؟ من الشكل ومنوضح بالشكل أكيد الزيرو ماتريكس، يعني بالعقل كده الزيرو ماتريكس 54 54 ال A is skew symmetric matrix ال order بتاعها 3 by 3 A1 3 4 which of the following statements is true. قال لك أول حاجة قال لك إنها skew symmetric، skew symmetric شكلها كده ماتريكس هنا في أرقام وهنا في إيه كلها زيرو. فا مستر كده مش صح، سكيو سيمتريك مش كده، أمال دي مين دي؟ دي الدياجونال. طب سكيو سيمتريك شكلها إزاي؟ تعالى نشوف. سكيو سيمتريك فيها شرط مهم جدا، أول حاجة هو قال لنا إن 3 باي 3 1 3 فين مكانها؟ الرو الأول
دياجونال التالت يبقى هنا فوق، وسكيو سيمتريك هنا بزيروس يبقى هنا نيجاتيف فور. ماشي، هو عايز ايه؟ تعال نشوف. طيب مين قال لك ايه 3 1؟ قلت له صح، 1 3 4 يبقى عكسها نيجاتيف 1، دي صح. ايه 1 1 ب0؟ اه ايه 1 1 ب0 صح. ايه 2 3؟ ايه 2 3 فين؟ ايه 2 3 الرو التاني من العمود التالت هنا. اند اس 2 العمود الرو التالت الكولوم التاني. طب ما ده زي ده بس عكس في الساين، اكيد لما اعملهم بلس هيديني زيرو، يبقى التلاته صح، يبقى الاجابه بتاعتي دي. السؤال اللي بعده 56. 56 طبعا فيها فكره، مديك ماتريكس اسمها A وماتريكس اسمها B، قال لك A قد B. طيب هي فيها غلاسه بس. طيب هناخد الأول ده يكون الأول ده على جنب كده، M ماينس كوزاينس، كوزاينس 60 بكام؟ كوزاينس 60 بهاف إيكوال ساين 60 إيكوال ساين 30، يبقى ده إيكوال ده بهاف برضه، وأدي ده بعكس الساين، يبقى M إيكوال هاف بلس هاف إيكوال 1، يبقى كده جبنا الإم بكام؟ ب1. خش على اللي بعده، 10 باور 1060 equal، يلا هنا نحسبها مع بعض، 10 باور 260 equal b plus 6 باور 245. أولا 6 باور 2 1060 tan 60 tan 60 بروت 3 باور 2 تبقى 3 بس ايكوال بي بلس 6 6 دي 1 اوفر كوزاين باور 2 45 على الكالكوليتر تدينا 1 اوفر روت 2 باور 2 1 اوفر 2 يبقى 2 بس، ودي دي بعكس الساين يبقى البي 1 كده. جمعنا كمان جبنا البي ماينس الان، محتاجين نجيب الان، ده ايكوال ده كوتان 45 يبقى ان بلس كوزاين سكوير 90 ايكوال كوتان 45. طيب ان بلس كوزاين 90 بزيرو ايكوال كوتان 45 ب1، يبقى ان ب1 ماينس 1، 1 بلس 1 ماينس 1 أكيد 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 بكام؟ ب1. خلاص إيه اللي بعده؟ Which of the following ماشي sufficient of to find out the value of x، x z. طيب نحاول نعرف الإجابات بالنظر كده، دي كام؟ دي 3 ودي نيجاتيف 3، ده أول. طيب ما دي احتمال تبقى سكيو سيمتريك يا مستر، صدق صح، احتمال تكون سكيو سيمتريك. طب أنا واحدة اللي صح؟ طب A equal T؟ لا مستحيل A equal T، ده عكس بعض في الساين، دي غلط. طب احتمال تبقى diagonal، ال diagonal matrix لازم ده يبقى زيروس، دي غلط، يبقى أكيد هي دي الوحدة الصح. تعال نحل مسائل اللي فيها تفكير، يقول لك 2x equal a. طيب ماشي، المفروض تقلب لي يا مستر على جنب كده 2x 1 xx equal
قلبنا ده A B C D. خد بالك بقى من اللي جاي. ماشي يا مستر، هو عايز ايه؟ قال لك A B A D. طيب ال A A D minus B C equal 1. هنحاول نحل المسألة. ال A بكام؟ 2x، شلت ال A دي وكتبت 2x. تايم طيب زد دي، الدي بكام؟ بإكس، يبقى تايم طيب إكس ماينس البي بكام؟ البي بإكس بس، تايمز السي 1، كل ده ب 1، 2x تايمز إكس 2x باور 2 ماينس إكس تايمز 1 بإكس إيكوال 1، دخل 1 ده بعكس الساين، يبقى 2x باور 2 ماينس إكس ماينس 1، كل ده بزيرو. حطها على الكالكوليتر، حطها على إيه؟ الكالكوليتر، أهو كده مود 5 3 اللي هي إيكويجن 3 يعني 2 إيكوال نيجاتيف 1 إيكوال نيجاتيف 1 إيكوال 1 أند نيجاتيف 4، 1 أند نيجاتيف. L و M are two roots of the equation. The equations دي اللي بسيط، نجيب ال equations طيب على ما علينا، نشيل ال A دي ونحط مكانها L باور 2 M تايمز الدي، الدي بام ماينس البي، البي بكام؟ ولا مستر البي بايه؟ نيجاتيف ال باور 2 السي بام باور 2، كل ده الكلام ده بكام؟ يبقى ال باور 2 ام باور 2 ماينس نيجاتيف تايمز نيجاتيف يبقى بوزيتيف ال باور 2 ام باور 2، يبقى 2 ال باور 2 ام باور 2. طيب يبقى الإجابة دي 2 براكت ال ام الاول باور 2، ده برودكت التو روتس. هو قال لي التو روتس، فاكر البرودكت من الترم اللي فات كنا بنجيبه ازاي؟ ال ام ايكوال السم نيجاتيف بي اوفر اي، لكن البرودكت كان سي اوفر اي، يعني 1 over 1 equal 1، هتبقى 2 bracket 1 power 2 equal. سؤال جميل الحقيقة، مفهوش أي حاجة بيفكرك حتى بالترم اللي فات. skew symmetric طبعا أنت عارف إن ده 0 ده 0 ده 0، فعرفنا إن الـ x إن الـ a والـ b والـ c دول دول بكام كلهم؟ 0. نمسح 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 الطقم ده كله كده 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 على بعض بزيرو. خلاص خلاص يا مستر، يعني ده الـ A بزيرو شطبنا عليها، والـ E بزيرو مفيش E، والـ Z بزيرو. طيب عندنا ده هو هو ده بس عكس في الساين، يعني لو ده بلس ده يدينا زيرو على طول، وعندنا ده هو هو ده الـ B هي دي بس عكسها في الساين. اكتب لي البي هي دي بس عكسها في الساين. وعندنا مين تاني؟ وعندنا ده هو ده بس عكسه في الساين. ايوه طب انا عايز اعرف برضو ده بلس ده بلس ده بكام؟ ما هو سكيو سيمتريك، احنا عارفين ده بزيرو ده بزيرو ده بزيرو وشطبنا عليه. طيب قلت لي ده عكس ده في الساين، يعني اعمل بيه ايه؟ هقول لك تعمل بيه، هتشيل اولا اول حاجه ركز معايا في اللي انا هقوله دلوقتي، الكلام ده ايكوال شد خط البي قد مين؟ قد الدي بس عكسها في الساين صح؟ يبقى شيل البي واكتب نيجاتيف دي بلس السي. طب ما السي قد الاكس، شيل يا عم السي واكتب نيجاتيف اكس، امسح البلس دي خليها نيجاتيف،
نيجاتيف اكس، الاف قد الواي، اكتب نيجاتيف واي تحت بقى، اكتب اكس بلس واي بلس مين دي. طيب شد خط، شايف النيجاتيف ده هاخده كومن فاكتور، اتفضل دي بلس اكس بلس واي قد اللي تحت دي بلس اكس بلس واي، كنسل كنسل، ادينا كام؟ نيجاتيف 1، وهي دي الإجابة. السؤال ده سؤال متميز وجميل جدا جدا جدا. خلاص السؤال اللي بعده يقول لي if the matrix A x y of the order 3 by 2 and x y عبارة عن x plus 2 y، قال لك ال sum of the first row ال first row تمام elements k بار 2 زي الكيب كده. طيب A11 هو 3 2 3 2 و A12. طيب ده الفيرست رو، خلاص قلت له ماشي هنجيب A11، مش لازم اكتب كله، هو طبعا A12 A21 A22 A31 A32 عشان هو قال لي الاوردر بتاعها 3 باي 2، هو ده ماتريكس 3 باي 2 مش لازم نكتبها كلها. A11 اكتب الرول من ده اهو، يبقى 1 بلس 2 تايمز 1 ايكوال 3 و A12 ايكوال 1 بلس 2 تايمز 2 ايكوال 5. خلاص هو قال لك السم بتاعها ايكوال كي باور 2، يبقى الكي باور 2 ايكوال 3 بلس 5، يبقى كي باور 2 ايكوال 8، خد الروت تطلع لك بوستيف نيجاتيف، بوستيف نيجاتيف روت. بعد كده دي كلها عبارة عن equations مفيش فيها حاجة، كلها بتتحل مفيش فيها فكرة صعبة يعني تقدر أنا أحلها لك. تمام أشوفكم على خير في الدرس القادم، ربنا معاكم ويوفقكم، وأي سؤال وأي استفسار تقدر تبعته على الواتساب، بالتوفيق إن شاء الله.